طبعا احنا سعيدين في هيئه الشارقة للاستثمار وتطوير الشروق باعاده افتتاح الوجهات التابعه للهيئه، وذلك ان شاء الله في موضوع عوده الحياه بشكل تدريجي الى ما كانت عليه سابقا. طبعا احنا اتخذنا كثير من الاجراءات لاعاده افتتاح الوجهات التابعه للهيئه من ناحيه اتباع الشروط الاحترازيه اللي وضعتها الدوله، من ناحيه تاكد ان الجمهور يلبس الكمامات، من ناحيه التعقيم، من ناحيه التباعد الجسدي، كذلك ايضا من ناحيه تجهيز المكان كامل. طبعا هذا دور مهم اليوم، نحن كهيئه دورنا اليوم ان احنا نساهم في هذه العوده التدريجيه، كذلك ودورنا اليوم نحن نحمي الفرد ونحمي الزوار، وكذلك ندعو جميع زوار الوجهات السياحيه التابعه للهيئه ان يلتزمون بالشروط اللي وضعتها الحكومه لسلامه الجميع. طبعا من ضمن الوجهات التابعه للهيئه اللي افتتحت طبعا هي القصبة، واجهه المجاز المائيه، مؤخرا افتتحنا شاطئ خرفكان بجميع المرافق التابعه له من مناطق مخصصه للاطفال، كذلك المطاعم والمقاهي، وان شاء الله خلال الايام والاسابيع القادمه راح تفتح ايضا مقاهي ومطاعم اكثر، ان شاء الله راح تكون اضافه لمشروع خرفكان، مشروع شاطئ خرفكان. طبعا هذا المشروع الجميل على شاطئ خرفكان، وكذلك نحن نشدد ان جميع الالتزام الاجراءات اللي الحكومه فرضتها اليوم نحن متبعينها من ناحيه 30% من الطاقه الاستيعابيه، ونحن محرصين على المطاعم والمقاهي اللي موجوده عندنا ايضا تلتزم من ناحيه قياس الحراره من حيث التباعد الجسدي، وكذلك ايضا من حيث اللي هو تجهيز المكان كامل لاستيعاب الناس، والامان طبعا شيء جدا مهم بالنسبه لنا اليوم. كذلك احد المشاريع طبعا مشروع مركز مليحه للسياحه الاثريه تم افتتاحه، وجميع الانشطه اللي تابعه لمليحه من ناحيه المغامرات الخارجيه، من ناحيه السيارات ايضا كذلك تم افتتاحه، ونستقبل الزوار من الساعه 9 صباحا وحتى الساعه 7 مساء. وكذلك حرصنا ايضا في مليحه من ناحيه السيارات اللي هو تعقيم السيارات، من ناحيه ان في حواجز بين السائق وبين الناس اللي بتركها، كذلك المركز والمقهى اللي موجود في المركز. ايضا كذلك احد المشاريع اللي هو جزيره النور، تم افتتاح جزيره النور كذلك بجميع المرافق التابعه له، وتم اتباع جميع معايير السلامه في هذا المشروع، والافتتاح ايضا نستقبل الزوار من الساعه 10 صباحا وحتى 7 مساء. فالمشاريع الهيئه، واخر مشروع افتتحناه اللي هو حدائق المنتزه، طبعا الحديقه المائيه والحديقه الترفيهيه، كذلك اعلى معايير الاشتراط والالتزام محرصين عليها، واللي حاب يتعرف اكثر على هالامور يدخل على وسائل على المواقع التابعه لجميع الجهات من ناحيه التواصل الاجتماعي، وراح يشوف كل امن وسلام عشان الواحد يطمن. لذلك نحن نقول اول شيء طبعا نحن مع الدوله في موضوع اللي هو اخذ الحيطه والحذر وسلامه الجمهور، نتمنى للجميع السلامه.